طيب دي بعض التأثيرات السلبية، ولكن الحقيقة زي ما علماء النفس وعلماء التربية اتكلموا على بعض الأشياء الخاصة بالبيت اللي بتخلي الأطفال يتأثروا تأثر سلبي جدا وينعكس ده على سلوكهم وعلى أدائهم بشكل مختلف، واتكلموا على 3 حالات مختلفة، سواء كانت تضارب المعاملة ما بين الوالدين، حد بيقول اه والتاني بيقول لا، أو ظهور الخلافات الزوجية أصلا في الأسرة والأطفال يبقوا شايفين ده. الحاجة الثالثة اللي اتكلموا عنها وإنها شديدة الخطورة وتأثيرها النفسي صعب جدا على الأولاد، هي فكرة استقطاب الوالدين لأولادهم، إن هم يقسموهم فرق، شوية مع ماما وشوية مع بابا، واللي مع ماما يبقى عدوي واللي مع بابا يبقى مغضوب عليه وهكذا. خلينا نتكلم بقى على استقطاب الوالدين، يعني إيه فكرة استقطاب الوالدين، وتربويا ومن حيث الحالة النفسية إزاي بتأثر سلبا على أولادنا؟ تمام، هلأ نحن لو بدنا نجاوب على الاستقطاب، وبدي أخذها من ناحية فيزيائية قبل ما نوصل للنفسية التربوية. فيزيائية إن قطبين متضادين، فهي هذا اللي بصير فيها تنافر. إذا من ناحية الكيميائية أنا لا، ممكن أحكيها بطريقة تانية، اللي هي بأنه عندي شحنات تيجي لعند تتوزع بطريقة غير مناسبة للذرات. طيب تعالوا نحكي على الأسرة وعلى البيت. لما بيحكي أنا عندي قطبين، فهل هدول القطبين الأم والأب في تضاد بينهم؟ لا. إذا الأولاد رح يكونوا مع واحد منهم أو ممكن يكون بفريق لوحده، يعني متلعب مثل ما حكيته قبل شوي، انه بيكون متلعب ينتمي لواحد لما بيكون بيحتاج شيء وينتمي للثاني لما بيحتاج شيء ثاني. بس ايضا ممكن الاستقطاب يكون بحاله انه واحد من الوالدين لا يقوم بدوره الحقيقي، فبتلاقي المشاعر كلها تنتمي مثلا للام، يعني مو شرط في وقت الطلاق. ايضا ممكن اذا كانت الواحد مثل ما حكيت الام مثلا مهتمه فقط بنفسها او في عملها ومهمل لأولادها، أو بالعكس الأب اللي لا يسأل عن أولاده، فتجد الأولاد ينتمون عاطفيا لواحد منهم للأم أو للأب، لأنه هذا أعطاهم العاطفة، أعطاهم الحنان، أعطاهم الحب، فبالتالي بيصير في ميل لواحد من الأبوين. طبعا لابد الطفل بهذه الحالة أنه يشعر بالنقص، لأنه إحنا نتكلم عن حياة إذا كانت مثالية هو وجود الأم والأب وتأثر الأم أو تأثير الأم والأب بتربية الأولاد. لكن إذا حكينا إنه في تقصير أو في خلافات، عم نحكي الوضع المثالي إنه يكونوا اثنينهم هدفهم هو إنه تأمين حياة مستقرة لابنهم ومستقبل إن شاء الله مستقر لهذا الطفل. لكن إذا كان انشغلوا الاثنين في بعض وتركوا هذا الطفل، هذا يسبب فعلاً إن هذا الطفل ينشأ بطريقة غير سوية. بالضبط، هو فعلاً بينشأ دكتورة بطريقة غير سوية.